مجروح وامل محتار، حلم بحلم وعتم بعتم وافكار انحرت بالنار. لما عيون الحب تنسى فصولنا وما صفى إلا الخريف، وشابت قلوبنا عم تستنى لحظة صيف، والدفا بدروبنا ما مرق ولا حتى طيب، وصرخة ما حدا بيسمع والألم ما ودع، وصرخة خنقت أنفاسها بلكي الموت بيحضنها، شدت عراسها هموم السنين معطرة، لما الشر منغرسه مثل الشجر، ولما الخير مندفنه تحت الحجر، ودار المحبة والوفا كله مكسر كله مكسر، صرخ مين يسمعك صوتك محتار، صرخاتك مالا من الألم هاي صرخات ولا مرة فكرتك غير انك تكون هيك. دايما كنت اسأل حالي شو هالصدفة؟ صاير عم تحكي مثل اب مستو انت. لكان انا بجيرتك؟ والله ما عدت سمعت هيك كلمة من ايام ما كنت بالمدرسة. انت دارسة؟ معي بكالوريا. مو هذا المهم هلا، يمكن ما عاد في شي مهم. النخوة الجيرة المسامحة على كل، أنا حكيت لها لخالتي أم يوسف قصتي كلها وعطيتها رقم تليفون أهلي. هلا أنا اللي بيهمني أعرف منو هذا الزلمة وشو دخله. هذا أكيد هو لانو جوزك ولانو أخوك، وإلا ما كان إجا بدي حل الموضوع من راسنا لراسه، يعني شو دخل؟ هذا لانو جوزي ولانو مو جوزي. شو حزيرة هاي؟ هو أساسا ما دخله، يعني هيك مثلك أنت هلا، أنت ما دخلها ويمكن مالك بهالوارد من أصله، وهو يمكن وقتها ما كان بهالوارد، بس شو بيعرفني؟ الحيط الواطي بيعلم السرقة، ويمكن أنا كان جاي على بالي أنسرق. شو هادك بتضلي تقولي يمكن يمكن؟ ما في شيء أكيد، يعني شو هالحكي هاد؟ بلا في شيء أكيد، لكني قاعدة قدامك والناس عم تقول عني عايبة، يمكن شي حدا يقول داشرة، مو مهم. انت هلأ بهمك تعرف قصتي، أنا رح أحكي لك ياها.
بس أنا ما كان بحق لي عيش مثلي مثل كل هالبنات. لك أنا حتى قصص البنات ما كان يصح اللي اسمعها. وقت اللي صار اللي صار حسيت حالي مثل المي اللي نازلة بنزول. يعني أنت عفواً يعني ما كنت بتقدري إنه توقفي هذا ال... يمكن كنت بقدر، بس يعني كيف بدي أقول لك؟ يعني صار فيني مثل إذا واحد نعسان كتير وعم بيتفرج على فيلم بالتلفزيون، كل شوي بيقول لحاله لشوف كمان شوي، خليني شوف كمان شوي. ما بعرف، يمكن هيك. لا انت ما جاوبتيني، حبيتي؟ قلت لك هو وعدني، حكاني حكي حلو، بس انا لما نويت اني انهي القصه نهيتها، بعدين اكتشفت انه صاير اللي صاير، ما عدت عرفت شو بدي اعمل. انت لحالي يا من شو عندك شي تخسري حياتي، دخيلك ودخيل العيشة اللي أنا عايشتها. أنت طلعت لي أنت. يعني ما حبيتي؟ ليش شو هو الحب؟ والله ما بعرف، يعني أنتوا البنات أدرى بهي القصة. يعني يمكن الوحدة إذا كان في قدامها 4-5 شباب ونقيت منهم، ما بعرف يمكن، بس أنا ما طلع حدا بخلقتي غير جميل. من وقت اللي طلع لي خربت عيشتي. وليكني قاعدة قدامك بسواد الوش. لا لا ما تحكي هيك، ما بيجوز تحكي هيك بنوب. والله أنا كنت بنت مستورة وماشي حالي. لا ما علينا، ما قليلي لشوف هو شو بده منك؟ خايف إنك تشتكي عليه؟ يعني خايف من أهلك يعني هو؟ والله ما بعرف، عم بيقول بده يترك مرته مشاني. والله ما بعرف. ليكي هلا انت بجيرتي ولا عاد تخافي من شي بنوب. شو يعني؟ رح تشوفني هلا انه انا البنت الآدمية اللي لك. الله يسامحك، انت ليش هيك عم تحكي؟ الله يسامحك، شو الانسان ما بيغلط يعني؟ ليش ليكون الغلط من اصله؟ ضروري البني آدم يكون بده كل شيء. هدي 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 هدي. ليكي بوسينا، هذا البيت بيتك، وهي المرأة القاعدة هنيك أمك مثل ما هي أمي. أيوة بتقعدي هون لبين ما الله يفرجها، بس أنا لازم أعرف شو بده هذا جميل، لازم أعرف. يعطيك العافية معلمي. قديش ها؟ الياس شوفاني في يعني نفس الموضوع بس كاتب تاني كاتبه أحسن. ليك هات. لا لا هذا اللي بإيدك. لك هذا والله ما بعرف يا سيدي. 200 ورقة. 200؟ لا شو 200؟ عشو 200؟ 100 هات 100. اسلام. سلام. شو صار معك؟ والله بقالي شوي لحلص. طب هذا هون اللي هون شو رأيك انت؟ نوز يعني انف. انت حاطة على القمر. وعاكسهم بالعكس، امحيهم. يلا وانت كمان اشرب حليباتك كل سندويشتك الله يرضى عليك. يا ابو مستو يسعد لي هالمسا. شو جابك لهون؟ هلا هيك عم تستقبل ضيوف شو جابك لهون؟ لا لا عفوا قصدي يعني كيف وصلت لعندي لهون؟ لك سهله، اخذت تاكسي قلت له اخيو خدنا على بيت يوسف افندي يوسف بيك، قام جابني لهون على باب الحاره. ايه تاريتك مشهور اكثر من نجيب محفوظ تبع اولاد حارتنا. لا بلا مسخره الله يخليك. خير في شيء؟ لك لا ما في شيء، عم امزح معك، بس جبت لك الغله تبع اليوم. شرف اخي. الله يصلحك يا ابو مستو.
طارق مشوار من آخر الدنيا مشان كام ليرة. يوسف بزعل منك ها. ولك يا أخي هي أمانة شبك فهم، والأمانة مين أمنك لا تخون ولو كنت خوان. خد قاعدة هي. كتر خيرك تفضل فوت. لا لا أنا بدي أمشي. لك فوت شو تمشي؟ لا والله بدي أروح على البيت أشرب شوي. لك شالي كلك لقمة فوت كلك لقمة لك إيه خلص بكرة بتطعميني إياها. خلص يلا لك خلص فوت. لك لا والله بدي أروح. بس كيف بدي أروح واليوس من هون ولا من هون؟ كيف بدك تروح؟ طلع من هون شوف لك شي تاكسي إلا وديني لبيت أبو مستر بيعرف. إيه فوت فوت سكر بابك فوت لفوت. برد فوت حول الله. عدو شبك ما في شيء. وانت فهم مدر عصرك ليش حارين؟ طيب انا رح بحكي. انا اشتريت بيت على العظم بالضحية. بديش؟ ما هو شغلتك. المهم رح باخذ لكم بيوت حواليي. اتفقت انا وحساني لقلكم بيتين جنب بعض الك وله. انا ما بدي بيت وما بدي اسكن بالضاحية وما بدي حساني يتدخل بأموري. طيب بنرجع لنفس السؤال، رانيا وبوسينة شو؟ أنا أخذت بيت كبير شوي مشان رانيا، بوسينة ما حدا يجيب سيرتها قدامي منوب. بس بابا يعني قصة مثل هي ما بتنتهى بهي الطريقة. شو يعني نلحشها لبوسينة بالشارع؟ ما في أكثر من البنات الملحوشات في الشوارع. هي غلطة ولازم تتقصص. هلا بس هذا اللي طلع بإيدنا؟ ما عم بقدر حط عيني بعين حدا بالحارة. والله اللي شايف حاله قد يتصرف. أنا بالنسبة لي بوسينة ماتت، بكفي الحشا هيك بالشارع مثل الكلبة. أنا سني ما بقى يسمح. وين بدها تروح بعدين إلا ما تظهر؟ ساعتها ورجيني مرجلتك وانتقم لشرفك. بس يا بابا أنت عقلك كبير وربيتنا إنه نتسامح. يعني بوسينة غلطت بس نحن لازم نوقف معها بمشكلتها. شو منذر أفندي؟ صاير مصلح اجتماعي؟ قسما بالله ما أشوفها لأملص رقبتها وجيبها وأشخطها على هي الطاولة. بدي روح دور عليها بالأول. هات أعطيني طرف خيط. طرف خيط ما عندي. لو عندي طرف خيط كنت رحت ضبيتها. روح تفرغ تفرغ ودور عليها وذبحها. مو شايفني عندي دراسه وتخرج؟ بدك يعني تضيع وقتي على وحده مثل هي؟ مو على اساس شرفنا وسمعتنا وكرامتنا. انا بدي اتزوج وحتى ما يصير اخذ وعطاء ولماذا وليش. البيت اللي اشتريته بدي اسكن فيه انا ومرتي. لا تطلعوا فيه هيك. امكم ما صار لكم يوم ميته؟ امكم صار لها ميته 11 سنه. وأنا رح أوزع القرشين اللي رزقني فيه رب العالمين عليكم. ومنيح اللي صار هيك على حياة عيني. حتى هديك الكلبة المغضوبة ما ينوبة مني ولا فرنك. حتى المغضوبة الجديدة تلهف كل شي. نسي أولى هي أبوك. شو تشرب؟ لك ما بدي اشرب شيء. شو بدك مني قولي لي على السريع؟ هذا منذر واحد من ون. اعوذ بالله، لك سهل سهل كثير، الله وكيلك، كلمة بتاخده وكلمة بتجيبه. حسسته انه بده نص البيت. مانه واثق انه إذا سجل لي البيت باسمي رح اتجوزه، قال بده نكتب الكتاب بالأول. كثير منيح، لصالحك، إن شاء الله ألف مبروك. شلون لصالحي أنت الثاني؟ أنا ناقصني يجيب أولاده وبناته؟ ما هدول أولاده وبناته، وين الغلط؟ على أساس أنت أخذتي وكالة لأب منذر؟ الرجال هيك وضعه. بعرف، بس أنا شرطي الوحيد إنه يسجل لي البيت باسمي، يقوم بعدين يطلع لي الشركة. بعدين بصراحة أنا ما بسكن مع بوسينة. سمعتي بدأ؟ الحق معي كل شيء إلا السمعة. يا ستي شيلي بوسينة. ما عندك رانيا. مشان هيك لازم أخوك تامر يشيل ويخلصنا. مو طول عمره عينه عليها؟ بس هلا سجلت شغلات جديده ما؟ ايوه اذا كان. لا ولا شيء. المهم بدكم تكتبوا الكتاب ان شاء الله الف مبروك، وانا شاهد ها. بس بالاول بدك تفهم علي هالكلمتين. شغله بيت ابو منذر كلها راكبه على التسليم السريع، يعني انا ما كانت وفيت معي لو ما الرجال دفع من هون وبدي يسلمه من هون. بقى فهمتي علي وين انا؟ والمعامله جاهزه بقى يعني على الفراغ. لك وين بدك تروح فينا؟ عم اقول لك رح نكتب الكتاب. ايه وبنفس الوقت بتقولي لي ما بتسكني مع حدا. لك ايه بس بتكتيك بحيث رقم نلقمه اياها. كثير منيح، وانا هذا اللي جاي لعندك مشانه. لك القصه شو بدها؟ شوية دلال، شوية دلال. حركاتك ام السوس شو بنا؟ استحي ولا لسه ما صرت مرته لحتى مون عليه. ولك هلا بتموني اكثر.
بعدين وينك اليوم اشتغلت لك معاملتك؟ معاملة شو؟ معاملة بيتك، عش الزوجية المنتظر. بس انا ما سويت عقد. لك انا سويت ووقعت عنك. خلص شو بدك، انت بتنزلي على الطابو بصير بيت باسمك، لا تحكي لي هم. بس بدك تقنعي لأبو منذر انه يخلي البيت ويروح بحال سبيله على السريع. وبلكي ما اقتنع، وين بده يروح بحاله؟ شو بعرفني شو اعمل له؟ اخذ حق بيته بالكامل، اذا ما بيمشي بالمعروف الشرطه بتطالعوها. انا مشانكم مشان ما تشرشحوا. ليكي مصلحتك تزبط الامور معي وجربتيني، بفهم عليكي ولا لا؟ ام سوس ابو منذر طري وميت عليكي، بقى زبطي المواضيع، خلي الامور تتيسر لصالحي وصالحك. وبعدين يفهم شلون جايين هم وبنته ما بيعرف وينها. وطي صوتك حبيبي، وطي صوتك. انا والله العظيم مش لرايي يعني ابو زينة، بس انت تطبطب ولفه، بعدين هذا بيضل ابوك. ابي لحالي، يعني هو ما له ابوه ابو زينة. طيب شو طالع بالايد؟ يعني اذا تحركنا هيك فضيحه، واذا تحركنا هيك مو مبين شيء. حلا، بعدين ابوك قال ما بده يسمح بسيره ابو زينة مره ثانيه. ايه طبعا، مشان شو بده اياها؟ شو مشان شو انت الثاني؟ لك في احلى من انه الجد يحط اولاد ابنه ولا اولاد بنته بحضنه ويلاعبون؟ لك قليلي عليه، لك هي بتضل بنته. بنته؟ ما بعرف، ما بعرف. حبيبي نام، نام، الله يخليك، مشاني نام، نام مرتاح، والله العظيم خايف عليك من شي جلطه لا سمح الله. رح اندفس. انت الشر. يا خوب حمارة، إذا قارن دقيقة وحدة في البيت عم تضربني، عم تضربني ببيتي. ما بدي شي، روح لإلها من هون، ما عم بدي أشوفك هون. إن شاء الله تركني بحالي. عم أقول لك روح لإلها من وشي، روح لعندك. حسبي الله ونعم الوكيل، الله يصطفي فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. ضب غراضه وراح على المدرسة. وصل على المدرسة لرفقاته عم بيلعبوا بالباحة، طلع هيك على الأرض عم لقى 5 ليرات، شال هالخمس ليرات وحطها بجيبته. بعدين لما طلعوا على الصف راح لعند الأنسة تبعه وقال له: أنسة أنا لقيت 5 ليرات بالأرض. عمت الأنسة سألت الأولاد: مين ضايع له 5 ليرات؟ قام ولد رفع إيده: يا حرام، طلع مضيع هو ال5 ليرات اللي عطته إياها أمه الصبح. قالت له: برافو عليك يا محمد، انت شاطر كتير، انك لما لقيت هاي ال5 ليرات ما اخذتها، جيت سألت عن صحابها. وتوتي توتي خلصت الحتوتي، حلوة ولا فتفوتة؟ حلوة. سامر تعال اقعد معنا. وهي قعدت. هلأ رح احكي لكم حكاية الولد اللي اكل موزة قام كب قشرتها على الارض، وهو ماشي تزحلط ووقع. ألو. ألو، مرحبا تامر. أهلا، مين؟ أنا رانيا. أهلين رانيا، كيفك؟ مالي منيحة، تعبانة، تعبانة كتير. شبك ليش سكتت؟ لا لا ما في شيء ابدا، بس يعني بصراحه ما كنت متوقع انك تتصلي. لا بس انا شفتك ما اتصلت من هذيك المره ففكرتك مستحي، يعني والله ما بعرف شو بدي اقول. هو الحقيقه هذاك اليوم انا كنت زعلان عليك كتير، لانه كنت حزنانه وبكل الاحوال معك حق، يعني وفاه الوالده الله يرحمها وقصه بوسينا. وشلون عرفت بقصه بوسينا؟ هلا مو مهم شلون عرفت، خلص عرفته خلص. يعني انت مشان هذا السبب اخذ موقف؟ لا يا رانيا الله يسامحك، انا يعني انا ما بفكر بهالطريقه، مستحيل فكر بهالسذاجه. بعدين هلا ايمينا من القصه شو بدنا فيها؟ عم تفهميني ما؟ طيب ممكن نقعد؟ لا لا، بالبيت عندكم مستحيل، ما بقدر احط عيني بعين اهلك. لا بس انا احساسي انه حدا فاهم علي قدك. سنحتار مناح. لا استاذ كثير متاخر.
طيب اوكي قبلان ماشي تعمل اوكي شكرا كثير باي مع السلامه ما عم بقدر انسى نظرة بوسينة لإله هلا ساعة بتكون بوسينة كخ وساعة بتصير صادقة حياة الله عيب أنا ما عم حس حالي إنه بقدر سامح بس ما حدا غلطان بحقك بلا بوسينة غلطت بحقي غلطت بحقنا كلنا شرفنا وعرضنا بعدين أبوك ما عم يغلط بحقنا لما هو ما في غير راكد ورا سهيلة 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 شاطة ريالته أساسا هي الدلقة هي اللي عم تخليني صدق بوسينة لك أنت بتعرف شو يعني الواحد يكون ما عنده بيت أنت قدران تدفع أجرة بيت فوق راتبك؟ من أول ما تجوزت وأنا آسر حالي وآسر حريتي إذا بدنا نحكي أنا ومرتي بموضوع لازم نتوشوش حتى ما حدا يسمعنا لك ولد ماني قدران جيب لهلأ هذا أنت مو أنا أنا بعتبر أنه إلي حصة مو بس بالرزق بكل شيء بكل شيء إلي حصة وبدي أخدها بالزور بالتور بدي أخدها وإذا ما عجبه ينجلط هو ما له أحسن من أمي لك معقول أنت؟ لك هذا عم تحكي إجرام أنت إجرام هذا جنان أخي أنا هيك مجنون تركني بحالي وإنت خليك عاقل بحالك وخلي الدنيا تمشي من حواليك ولا لشو بلكي بكرة إذا قويت رح تفرمني لإلي أول واحد أنا لك نوراس ما رح إلا غير الله يهديك يعني ما بعرف مو جوجتنا ماما من جهة وبوسينة ما حدا عم يسأل عنا؟ ها؟ لا بالعكس ناويين يؤذوها ما هيك؟ هنن اخواتها حقهم يحاسبوها إذا ما حاسبوها المجتمع بيحاسبوها بلا مجتمع بلا بطيخ خلي المجتمع يستر على حاله بالأول وما حدا يزاود على حدا هلا نحن مو هون أنا لجأت لك مشان تساعدني توقف جنبي يا رانيا شبك كل شيء أنا يعني ما في غيرك بهالدنيا روي على حالك شوي بس انا خصيتك من كل الدنيا حكيت لك معاناتي كمان مره تانية انا يعني اذا اعتزنا واحد من ام شرفه بعزتنا له او اذا وقف معنا وساعدنا من ام شرفه انه قدم لنا المساعده كل هالقد مأزرة فيك قصه بوسينة انا ما عم بحكي عن بوسينة انا عم بحكي عن كل واحد فينا لكن نحن اللي على اساس متعلمين حكمنا هيك دغري على بوسينة بدون ما نفكر يمكن معك حق بس ليك حكمت بسرعه على مين؟ علي أنا عليكي؟ ايه أنا مالك على آخر قصدي بالفترة الماضية ولو ما نحن ربيعين سوا أنا أنت شو؟ أنا ما قصرت أنا حاولت أكتر من مرة وإذا بدك سألي ريما بس لازم الشاب يحاول أكتر مشان البنت تحس بقيمتها لا يا رانيا ما أنا حاولت أكتر من مرة أتقرب منك وفهمك قصدي حاولت أفتح خط معك بس نحكي لحتى نحكي وأنت ما تجاوبتي بالعكس بالعكس؟ شو يعني كنتي عم تتقلي؟ لا بس اللي بده يجيب اللولو بده يوصل حتى يجيبه غريب شو هو الغريب؟ هي نفس نظرية خالتي سهيلة اهلا وسهلا شرف تفضل سيد جميل موجود ابغى جميل لسه ما اجى بس هي وقته يعني على وصول ليكو ابن الحلال عن ذكره بيبان شكرا مرحبا سيد جميل اهلين اهلا وسهلا المعلم عاوزك انا معلم ليكو فوق ناطرك انت مين وانا معلم ها قلنا لك هلا التعريف شبك مرعوب مالي مرعوب اشرف ضيق وعده وبس شرف مرحبا شبك عم قلك مرحبا والله ماني فهمانه شو اللي عم بيصير على اساس انه ما دخلنا عم طلع دخلنا عن شو عم تحكي عن بيت عمي أبو منزير ماتت أم منزير تقول انفجرت أمها ليه؟ قصدك نورس مو بس عن نورس عم بحكي أنا قصدي عن كل شيء بتقصدي طلعتي ورا رانيا هداك اليوم؟ وهي كمان
والهدية اللي اجتك من رغد بعيد ميلادك. قالت لك شو انتو عم تحكوا بالموضوع انت ورغد يعني؟ انت متردد شي؟ انت متردد بين رانيا ورغد؟ لك والله يا ريما ما بعرف، انت شو رأيك؟ اساسا مجرد التفكير بالمقارنة بين رانيا ورغد فيها اهانة لرغد، ورغد ما بتستاهل. يعني رانيا هي اللي بتستاهل؟ لك ست اعتبريها غلطت معي ورجعت صلحت غلطها، شو هالشغلة؟ ما هون هي المشكلة، نحنا ما مننقي بلوزة. لا مو هون المشكلة، المشكلة انه انت ما بدك تغيري رأيك برانيا. رانيا حرة، رانيا هي هيك، بس شو مشاننا نحنا؟ ايمتى بدنا نفوت بعلاقة طبيعية؟ علاقة ما بدها تعديل، ما فيها مجاملة ولا كلفة. والله شو؟ انا بدي هي البنت بعدين مزبطها على كيفي، وانا بدي هذا الشاب بعدين مزبطه على كيفي. ليك اختك صباح بالاخر شو صار فيها؟ يلك ايه والله ذكرتيني، لازم احكي مع جميل وشوفه. شو مسكر موبايله؟ لا لا عم رن بس ما عم رد. شو لسه ما عم يرد؟ ما عم يرد. معاف اخي؟ شلونك هلا منيح؟ احسن الحمد لله. ايه اخي الكريم احكي لي انتو منين متخانق؟ اثنين مشتريه والله ما بعرفهم. شلون يعني؟ هيك من باب للطاقة؟ أكيد في حدا باعتهم مشان يضربوني. يعني عصابة؟ أكيد سيدي. ومنو هالحدا بدي يبعت مشان يضربك؟ يوسف، واحد اسمه يوسف. ترام سيدي، والتام يوسف السعيد. خير سيدي شو في؟ هلا بتشوف شو في؟ أنت بتعرف واحد اسمه جميل زكريا؟ جميل زكريا؟ لا ما بعرفه. شلون لا؟ علينا يا يوسف أفندي علينا؟ يا سيدي قسم بالله ما بعرف واحد اسمه مين هذا جميل زكريا. شو عم تجدبه؟ مو هو جارك بالحارة؟ ايه سيدي أنا في واحد ايه بعرفه، لا بعرف إنه اسمه جميل، هو جميل، بس قسم بالله ما بعرف إنه كنيته زكريا. ايه وشو في بينك وبينه؟ يا سيدي ما في شي بينه وبينه، بنو أنا مرة إجا دق علي الباب مرة واحدة من كام يوم، بعدين ما شو أنا شو المطلوب مني إلا؟ يعني ما بتعرف؟ والله ما بعرف. واثنين الزعراني اللي بعتهم يضربوه؟ شو؟ ولك يا بني آدم عاطينه بالمشفى تقرير طبيب شرعي. شو تقرير شرعي يا سيدي؟ والله ما دقرناه ولا عملنا له شيء. عود لشوف واحكي القصة من أولها. يا سيدي الله وكيلك أنا مالي علاقة بكل هاي الشغلات اللي سمعت. لا والله أنا زلمة بمشي الحيط وبقول يا ربي الستر. إذا بدك يا سيدي اتصل بالرقيب رضوان اتصل بيعرفني منيح. والله انا ما بتدخل باي شيء يا سيدنا الله وكيلك. ومنو هذا الرقيب رضوان؟ هذا رفيقي انا من روح للروح، هو بيشتغل عنا بالمخفر بالحاره. اساله. لا رح ينفعك الرقيب رضوان ولا العارف زكوان، عم اقول لك في تقرير طبيب شرعي. يا سيدي وانا عم اقول لك كمان ماني على الزعرانات ولا الشغلات، الله وكيلك ماني على شيء. احكي لي وحده ثانيه حبيتها. تكرم عيني. شو بدي احكي لك؟ مساء الخير. روحي تيتي روحي تعشي مع اخوك في اوان. بس لا تعشي برجعلي. يلا حبيبي بس شحاتك وانتي كمان قومي تحممي، الاظان حامي مثل النار، لشوف لك شو بايام من اوعي عبله. لك يا امي لا تخجلي. خدي حبيبتي هاي قلابيه وبنطلون بيجامه وكنزه. يلا ليك رن. الو مرحبا جميل، كيفك صهري؟ لك وينك يا زلمه وينك انت؟ لا لا انا مالي عاوزك، انت اللي عاوزني. ايه لك لا لا جميل
لك أنا اللي بفهم عليك. خلص لازم نحلل القصة حاج بقى طولت. لك لا يا أخي، خلص عندي عندي عندي، عم قلك عندي القصة كلياتها. إيه 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 إيه، أنا بمون عليها لصباح. ألو حبيبي. ألو جميل. لك شو بصوتك؟ شو صاير معك؟ لك أخي لا، مو مشان ترجع لصباح. إيه المهم نقعد، وبس بدك ترجع ارجع، إذا ما بدك تصطفل. إيه 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 اليوم. وين؟ منيح، أي ساعة؟ إيه أوكي، الله معك. لا تطلع فيني هيك، معه حق. أنت ما حدا بيمون عليكي. يعني فوق خبصته، أي الله لا يعطي عافية. وشو برأيك الحل؟ الحل عندي، بعدت له جماعة رفقاتي كتير رايقين وأكابر. شو قصده أخوك؟ شو بيعرفني؟ أنا سألته، قال عم تتبلى، هو لا بيعرفك ولا بيعرف شو بتشتغل ولا بيعرف عنك شي. كان مين اللي ساوي فيني هيك؟ هلا في عداوة بينك وبينه، في مصلحة، مختلفين عن شي، احكي لي هات لشوف. قصة يعني هيك، مشكلة بالحارة، قصة صغيرة. ما فهمت، بدك تحكي لي على شو اختلفتوا وليش بعد ناس ضربك؟ الله يعطيك العافية. هذا هو؟ هذا هو سيدي، هذا هو. والله وكيلك 100 مرة قلت له يحل عني. هلا منخليه يحكي شو في بينك وبينه. هلا خلصنا، هو بعت لك ناس تضربك ونحن بنعرف كيف نجيبهم. ما زال متأكد انت انه هذا هو؟ احكي لنا ليش وشو القصة. لك يا ابن الحلال، مو انت تهجمت علي عند موقف الميكرو وفي شهود من اهل الحارة اجوا بعدوك عني ورديت جيت لعندي على البسطة عندي بشغلي وموجود ابو مستو هو شاهد؟ بعدين ليش بدي يضربك انا؟ مشان شو؟ ليش بعت ناس يضربوك؟ ليكو الزلمة قدامك، متأكد انت انه هذا هو؟ هو ولا ما هو؟ خلصني. طيب سيدي، تسمح لنا نحكي انا وياك كلمتين راس براس على انفراد؟ ماشي احكوا مع بعض، والصلح سيد الاحكام. الله يديمك. سكر. شو؟ خلينا نتفاهم. على شو نتفاهم؟ على شو نتفاهم؟ على موضوع بوسينا. لك شو مجنون انت؟ بدك تفضحنا المخلوقة؟ لك شو ما في براسك نخوة؟ هاد بس اللي مهديني. على شو مهديك دخيلة؟ انا حلفت لك واقسمت لك ايمان انه انا مالي علاقة بالموضوع. ليك انا ما عم بحكي هالحكي خوف منك او من الشرطة، لا، بس انا عن جد ماني مساوي شيء. لك مين؟ لك انا منين بعرفك؟ وين انا؟ وين بتروح وين بتجي؟ انا شو دخلني؟ ما بعرف. لك انا حتى شغل ما بعرف شو بتشتغل. بوسينا؟ لك اهبل انت اهبل، بتورط حالك تورط بوسينا. ايمني انا اخي مو مشكله، بس على شو؟ على بوسينا. ليك بوسينا بتحطها مع جنب، فهمها؟ وانا شو ما بدك بساوي اخي؟ نحن اثنيناتنا متورطين، اثنيناتنا متورطين، بس قسما بالله اذا بتجيب سيره بوسينا بحرف واحد هلا قدامهم، شايفه هذا اللي بوشك انت شايفه؟ والله بساوي قدهم 10 مرات ما تشوفني هيك. انا تهديت؟ ليك بوسينا عند الشرطة بتحطها على جنب، بدك ما بدك أنا جاهز لكل شيء. ماشي، بوسينا على جنب، شو الحل؟ الحل بيني وبينك، الحل بيني وبينك وبينها. قبلان، بس شو أحكي؟ شو أقول؟ حضرته بده متهم. هلأ منحل معه. بس ما تورطني؟ ليك، أنت فيك شيء أبضاي، مع أنك مو تمام. وانا مالي 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 مصلحه فوت بقصص يمين وشمال هيك، والله اللي فيني مكفيني، فيني مكفيني. انا كمان ما بدي فوت بقصص، بس موضوع بوسينا بده حل. انا اساسا ما بدي غير هيك، الله وكيلك. طيب يا سيدنا. صايره طلعات لابوك برات البيت كتراني كثير. مرحبا. أهلين. هذا أبوك اللي فات؟ عجب معرفتك. قسما بالله معرفتك.
على ما وبني شكرا هالمن. ايه نعيما الله ينعم عليك. شو بدك؟ انت كنت انت وياها لحالكم بالبيت ما هيك؟ مين هي؟ امي. شو قصدك ولا لا؟ شو بك؟ ليش هيك خفت؟ لانه وراس معي انا بينحكى هالحكي؟ مع ابوك بينحكى؟ لك انت ما فيك مخ مجنون؟ انا ما حكيت شي. بس ايش كانت بوسينا عم تزورك نحن واخدينا اسعاف؟ لسه لك حين تذكر هالداشة قدامي؟ هذا بدل ما تروح تنتقم لشرفك وتقتلها. نلع نلع بخلتي. ما بوصلك. لا شكرا. تعال معي سيارة. ما بدي شكرا. رايح لعندها؟ رايح على بيتي. يعني رايح لعندها. لك أخي شو بدك مني أنت؟ بدك نرد نتخانق ونرجع على المخفى؟ حل عني مشان الرسول. أنا ما بدي منك شيء. بدي بوسينا. بوسينا. مساء الخير. مساء النور. لك أمي وينك لهلا؟ شغلت بالنا عليك، ليش تأخرت؟ والله مي كان أنا عندي شغلة هيك ضرورية. والله شوفي ما في شيء، هيك في مشكلة مع الشرطة. شرطة؟ لك إيه الشرطة؟ شو بك يساوي ضبط مشان يتبسطة تبعي مشان تبسطة الكتب. حطونا أكل ولا رح موت من جوعي. على راسي أمي على راسي. ما عاش شيء. مرحبا يا حلوين. حلوين بابا. تدرسوا؟ أهلين يا حلوين. أهلين يا حلوين. شو القصة؟ لا ما في شيء، لا تخافي لا تخافي، ما في شيء، هيك مشكلة بسيطة. انت روحي ارتاحي بعدين بحكي لك اياها. ما في شيء. برافو عليك بابا، برافو عليك. عم تدرسوا. جميل. لك ليش هيك صاير معك؟ شو بيعرفني؟ اثنين نشترية جمعوا علي. نشترية؟ ايه وبلغت الشرطة؟ عملنا محضر. ايه يعني مسكوه؟ هربوا. ايه؟ شو ايه؟ شايف؟ لما بدها تتسكر تسكر من كل البواب. يا سيدي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه اخي جميل. ايه شو اللي صاير بينك وبين صباح؟ ليك تامير انا مو فارقه عندي لا صباح ولا غيرها، خلاص طقت عندي المطاطة، يخرب بيتها مثل الحيط. اللي براسها لازم يصير. روق هلا روق، صباح بتحبك. صحيح هي طبعا صعب شوي بس بتحبك. يا اخي تكرهني، ان شاء الله تكرهني بس تعاملني منيح. يعني دخلك انا شو مستفيد من الحب؟ اه أنا مشكلتي هلأ مع بيت أب منزير، هلأ بيكونوا عرفوا. لا تخاف ما لون عرفاني شي من شي، أساساً بوسينا اختفت من المشفى وما لون عرفاني كيف وليش. المهم هلأ خلينا بقصتنا. أي هي قصتنا؟ أنا بدي أتجوز بوسينا. صباح حبها تعيش مع ضرة، أهلا وسهلا، بدها الطلاق أنا جاهز. شو بك لك جميل؟ شو هالحكي هاد؟ بعرفك عاقل ومساير. أنا مليت تامير، مليت من مونة العالم علي. أنا مثل صباح، ما حدا بيمون علي. وبنتك لمين بدك تتركها؟ آه؟ والولد اللي بطل صباح هذا لمين بدك تركه؟ ولو بدك مين ينخيك؟ لك مو عيب عليك يا جميل هيك بهالبساطة تستغني عن مرتك وبيتك؟ شو شو شو؟ شو قصدك باللي ببطنها؟ كمان ما بتعرف إنه صباح حامل؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، لأنه ناقصني أنا. أوف ولو يا رجل، كأني عم خبرك عن شي مصيبة. يا تامر يا أستاذ تامر، نحن إجينا على هالدنيا يومين
مشان نقضيهم مبسوطين ومرتاحين. منو منقضيهم هيك مثل سيران الكلاب؟ معك حق. كمان الدنيا حقوق واجبات، يعني مو كلها حقوق. أبلان والله أبلان، بس مو لنقي اللي بدنا اياه بالأول ونقول هاد إلي وهذا علي واصطفله بالباقي، ما في تنقاية. الله وكيلك ملعون شرف سنسفيلي بين المطعم والسيارة، السيارة والمطعم. لك أنا ما بدي شيء، بدي بس كلمة حلوة. إيه بس كمان صباح ما أنا مقصرة. ليكو بيتك دائما نضيف مثل الفلة، وبنتك يخزي العين مثل الوردة مو ناقصة شيء. لا فوق منا صباح بتحبك. هلأ صحيح هي بتغار شوي بس بتحبك. أخي آخر كلام عندي، أنا بدي أتجوزها لأبو سينا. لك جميل شبك أنت، أنا ابن حماك، لإلي أنا عم تحكي هذا الحكي؟ ابن حماي على عيني وعلى راسي، بس أنت كمان بتفهم. حط حالك بمطرحي، أنا أزيتها لأبو سينا، لازم أرجع لها حقها. يعني القصة كلياتها مشان إحساسك بالذنب. مزبوط أنت أزيتها لأبو سينا، بس أزيت حالك أكتر. يعني لو ما أختك حطت إصبعتها بالموضوع كان مرق. شو بنا لك جميل؟ لسه هلأ كنت عم تحكي بالأخلاق والضمير. المهم أنا لازم أشوف بسينا لحتى أفهم منها. ما بعرف وينها، ما شفتها. جميل لازم نطمن أهل عنا. نطمنهم؟ مشان يذبحوها؟ معناتها بتعرف وين أراضيها؟ لا والله، يا ريت. عشقان لك جميل؟ يا والله يا والله عشقان وحاببها، مالها أخت. ولك جميل في فرق كتير كبير بين أنك تحبها لأبو سينا وبين أنك تحس بالذنب اتجاهها. فكر منيح. خاطرك تعال هون، لسه ما حكينا شيء. على قليلة بدي أعرف شو بدك من صباح. صباح ما حدا بيمون عليها. لك أخي أنا بمون على صباح. شو يعني؟ شو بدي منها؟ ترضى عني وترجعني على البيت؟ طيب المهم هلا امتى فيني اشوفك مره ثانيه؟ نحكي نحكي. سلام. معناتها روحتك على المغفر بسبب جميل؟ هي هيك شيء. انا حدا يعني؟ لا لا انت ما عاد جاب سيرتك بنوب يعني، بس الظاهر انه في حدا هيك جار مقتل لجميل وطالع له عيونه، قام اجى اتهمني لي. قولي على هيك حتصير فضيحه. والله بهينته. بهينته شو؟ يعني بهينته انه بده اياكي، وعن جد يعني مشان هيك يعني. اذا بدك انا بمشي وبخليك من المسؤوليه. لك لا ما هيك قصدي، ما هيك لا، بس انا يعني عم بحكي معك لحتى اعرف انت شو بدك، يعني شو بدك تعملي. انا ما بدي شيء اساسا، انا بحياتي ما كان بدي شيء، بس كمان ما بدي اذي حدا. بركي اهلي دريوا انه انا هون، بركي جميل خبره. ماتت فصولنا وما صفى إلا الخريف، وشابت قلوبنا
عم تستنى لحظة صيف والدنفة بتروبنا ما مرق ولا حتى طيب وصرخة ما حدا بيسمع والألم ما ودع صرخة والألم ما ودع خنقت أنفاسها بلكي الموت بيحضنا شدت عراسة هموم السنين مغطرة لما الشر منغرسه مثل الشجر ولما الخير مندفنه تحت الحجر ودار المحبة والوفا كله مكسر كله مكسر صراخ مين يسمعك صوتك محتار صرخاتك مالا من الألم هاي صرخات الألم